اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض مجموعه تمارين تصحيح وضعيه الجسم، بتشغل كل عضلات جسمك، بتزود التغذيه الدمويه للعضلات، وتخلصك من التريجر بوينتس، نقاط الاثاره والتهيج العضلي. ازاي تعرف وضعيه جسمك سليمه؟ وضع الابهام مهم جدا. لو للداخل وضعيه جسمك كده مش مظبوطه، نبص من الجنب. الوضعيه السليمه للجسم لازم رقبتك تكون للخلف، الاذن فوق مستوى الكتف، الكتاف للخلف، ظهرك مشدود، والابهام للامام. دي وضعيه الجسم السليمه، حاول تحافظ عليها في كل حركاتك. يلا بينا على التمارين. التمرين الاول، وضع ايدك بالشكل ده، الابهام باصص لفوق، تفتح صدرك اخر حاجة تقدر عليها للخلف، تثبت 5 عدات، 1 2 3 4 5، ترجع تاني. نشوف التمرين بالوضع الجانبي، الابهام لفوق، حرك دراعك للخلف اخر حاجة تقدر عليها، تثبت 5 عدات، 1 2 3 4 5، وترجع تاني. نعمله مرة كمان، رجع ايدك للخلف اخر حاجة تقدر عليها، واثبت 5 عدات، 1 2 3 4 5، وترجع تاني. التمرين دوت بيخلص جسمك من كل الآثار السلبية للجلوس فترة طويلة. لو جلست فترة طويلة أول ما تقوم اعمل التمرين ده. التمرين الثاني هنبص عليه من الجنب عشان نشوف التكنيك، الطريقة السليمة لعمل التمرين. هتخلي دقنك على صدرك وإيديك الاتنين على الفخذ، وتنزل بهدوء آخر حاجة تقدر عليها لحد ما تلمس رجلك أو تلمس الأرض، على قد ما تقدر. تثبت تحت 10 ثواني، 1 2 3 4 11، وبترجع تاني بنفس الطريقة. بعدين تفرد رقبتك، حاول تخلي الحركة من منطقة الخصر مش من الظهر، من عند منطقة الحوض. نعمله تاني، خلي دقنك على صدرك، ايديك الاتنين على الفخذ، تنزل بهدوء آخر حاجة تقدر عليها. لو عرفت تلمس الأرض شيء كويس، ما عرفتش بلاش ضغط. تثبت تحت 10 ثواني، ترجع تاني بنفس الطريقة لحد فوق. التمرين ده بيخلصك من آلام الظهر، بيشد منطقة الأرداف، وبيشد العضلة الخلفية للفخذ. معظم آلام الظهر والآلام الخلفية للركبة بتيجي من العضلة الخلفية للفخذ. إيه السبب؟ عشان بنجلس كتير. التمرين التالت، نشوف وضعية الجسم أثناء التمرين. دي الوضعية السليمة قبل التمرين. راسك ورقبتك وظهرك على خط مستقيم، ايدك تحت الكتف، والركبه تحت الفخذ، والحركه من منطقه الظهر. ننزل لتحت، نفرد لفوق. نعمله تاني، التمرين ده من أفضل التمارين اللي بتعمل مساج للعمود الفقري بالكامل، وليه منطقة الأرداف، والتمرين بيخلصك من أي ألم في الرقبة والأكتاف، وبيزود التغذية الدموية لعضلاتك. التمرين الرابع، دي الوضعية السليمة للتمرين. الوضع ده مش مظبوط، الوضع ده مش مظبوط. الوضع السليم لازم تكون راسك ورقبتك وظهرك على خط مستقيم. تثبت في الوضع ده على قد ما تقدر. ابتدي ب10 ثواني، تدريجيا زودهم. زي ما احنا شايفين ده التكنيك الصحيح لعمل التمرين. التمرين ده بيشغل جسمك بالكامل،
بيصحح وضعية جسمك بشكل سريع جدا. التمرين الخامس من أفضل التمارين اللي بتصحح وضعية الفقرات، لو في التواء بسيط في الفقرات بتزود قوة عضلات البطن الجانبية بالذات وعضلات الأرداف. من أفضل التمارين تصحيح وضعية الجسم. التمرين السادس نبتدي بالوضع ده، أحط إيدي على الأرض، إيدي ورجلي على الأرض، وأدفع جسمي للخلف وأثبت 5 عدات، أرجع تاني أدفع جسمي للخلف وأثبت 5 عدات وأرجع تاني. من أفضل التمارين اللي بتعمل استرخاء للجسم بالكامل وتخلصك من آلام أسفل الظهر. التمرين السابع أبتدي إزاي؟ أحط رجلي للأمام وأقفل رجلي تانية آخر حاجة أقدر عليها للخلف، أطلع فوق أثبت 5 عدات، 1 2 3 4 5، أنزل لتحت وأثبت 5 عدات، 1 2 3 4 5، أرجع تاني فوق وأثبت 5 عدات، أنزل تاني وأثبت 5 عدات. ده من أفضل التمارين للعضلات الأمامية للفخذ اللي عندهم إصابات في العضلات الأمامية للفخذ، من أفضل التمارين لآلام أسفل الظهر، ومن أفضل التمارين اللي تخلصك من آلام عرق النساء. التمرين الثامن بقف على الجدار، باخد خطوة واحدة بس لقدام، بحط إيدي في الوضع ده 90 درجة للكتف 90 درجة للكوع، بيني وبين الجدار مقدار خطوة، أحاول أرجع بإيدي وألمس الجدار وأطلع تاني لقدام، أرجع بإيدي جسمي ثابت ألمس الجدار وأرجع تاني لقدام، للخلف أحاول ألمس الجدار وأرجع تاني لقدام. من أفضل التمارين لتصحيح وضعية الفقرات الصدرية والكتاف. التمرين التاسع من أفضل التمارين لعمل استرخاء كامل للجسم يخلصك من آلام الرقبة ومن آلام أسفل الظهر. بداية حاول تشد جسمك بالكامل للأمام وانت جالس، حاول تشد جسمك بالكامل للأمام، تثبت في الوضع ده 10 ثواني، ترجع تاني. أهم حاجة في التمرين لازم تكون جالس، ما ترفعش ظهرك لفوق، خليك جالس، مد إيدك للأمام، حاول تشد جسمك للأمام على قد ما تقدر وتثبت في الوضع ده 10 ثواني. أفضل التمارين اللي بتعمل استرخاء للجسم بالكامل وتخلصك من أي آلام في الرقبة وأسفل الظهر. آخر حاجة بنعملها اسطوانة زي كده فوق موجودة عندك في البيت أو أي حاجة مشابهة ليها، حط الاسطوانة ونام عليها ريلاكس استرخاء كامل للظهر على قد ما تقدر 10 ثواني 20 ثانية 30.
30 ثانية استرخاء كامل لجسمك. أفضل التمارين اللي بتصحح وضعية العمود الفقري بشكل كامل وتساعدك تتحرك بشكل سليم. استرخاء، ريلاكس. تمارين منزلية بسيطة تساعدك على تصحيح وضعية جسمك بشكل سريع، بتشغل كل عضلاتك، بتزود التغذية الدموية للعضلات. يا ريت تعملهم أول ما تصحى من النوم الصبح، تبتدي يومك بمنتهى النشاط. ونراكم دائما على خير. نتابع